ليسن وان هنكمل الريكورد والريفيجن بتاعتي من ليسن 2 في يونت 2 هتكلم عن الانرشيا فورس والفراكشن فورس والفورس انسايد ليفنج اورجانيزم الانرشيا فورس يا ولاد معناها ان الاوبجكت هاز تو ريست تو تشينج هيز ستيت اوف ريست اور موشن يعني هو الريستنت اللي بيعمله الاوبجكت عشان يقاوم سواء اذا كنت انا في موشن او اذا كنت انا في ستاتيك ده يا اولاد عندي 3 examples ليه لما انا اكون راكبه العربيه والعربيه ماشيه وبعدين تعمل ستوب مره واحده فتلاقيني ان انا وقعت forward وقعت لقدام تمام زي الصوره الاولانيه اما لو العربيه واقفه ووقعت لورا backward دي برضو بسبب الانرشيا لو انا وزميلي بنلعب كوره وبعدين انا اديته ووقعته فده ايه اللي حصل برضو عشان الانرشيا فورس عشان كل واحد من الشيب اللي قدامنا ده يا ولاد بيحاول يعمل ريزيستنس للاستيت اللي كان فيها عايز يفضل في الاستيت اللي كان فيها ودي يا ان احنا استخدمنا بعد كده البيلت السيفتي بيلت ان ذا كار حزام الامان السيفتي بيلز ان ذا كار مهم جدا ليه عشان لو انا عملت ستوب للكار فجاه الانرشيا فورس تمنعني لما انا اكون لابسه حزام الامان تمنع ان انا احصل اكسنت او اتخبط في الدركسيون تمام او اي حاجه من دي نيجي بعد كده على الفريكشن فورس يبقى اول فورس عندي هي الانرشيا دي بتمنعني ان انا اقع او بقع منها اما الفريكشن فورس هي الريستنت بتاعت الفورس بس اوبجكت بتوين ذا اوبجكت موشن and the ميديا surrounding it دي ما بين الفورس بقى الجهاز اللي بيتحرك والميديا اللي حواليه زي الكار تايرز الكار تايرز دي يا ولاد والماشين عشان كده انا بحط في الماشين اويل تمام ليه عشان harmful اوف ذا فريكشن بتؤدي الى تاكل الماشين اما الكار تايرز عشان ما نخليهاش انها ساعات بنلبس شوز بيزحلق ونلبس شوز لا ليه انا عشان الكار تايرز دي يا أولاد بيبقى بتبقى فيري كروز صعب الصن بيبقى فيها حتى لو احنا شفنا التايرز بتاعت الكار بنلاقيها كده وبعدين بلاقي فيها كورز ما بلاقيهاش سموث ما بلاقيهاش ناعمه ليه؟ عشان ما تخلينيش ان انا اتزحلق وبعدين تاني حاجه تخلي ان هي تبدا او تعمل ستارت للموشن للفور. نيجي بعد كده لاخر فورس عندنا هي الفورس او من زي living organism الفورس اللي جوانا بسميها اي حاجه يا اولاد في ليفلنج ما بقدر ان انا اسميها بيولوجيكال living organism طيب زي ايه قال لي زي اول حاجه الهارت الهارت ماسلز الهارت ماسلز كونسنتريشن اند ريلاكسيشن بتقدر تخليني البلاد يطلع لفوق يروح لغايه الهاد وينزل لتحت يروح لغايه الليج يعني كده بتساعد البلاد ان هو يمشي زي برضو البامب بتاع الووتر اللي بيطلع لي المية من تحت لغاية ما أنا في الدور العاشر مثلا وزي الليكويد ترانسبورت الليكويد ترانسبورت دي لازم نحطها في دماغنا عشان بعد كده هتجيلنا تاني في الساينس وفي البيولوجي بعد كده إن عندي الليكويد بيمشي من الهاي كونسنتريشن للور كونسنتريشن تمام؟ نيجي بعد كده برضو الووتر بيتنقل من السويل للتري عن طريق برضو البيولوجيكال او رايدنج اوف ذا ووتر اند سول والماسلز كونتراكشن او ريلاكسيشن ماسلز دي برضو تعتبر موشن او بيولوجيكال فورس نيجي لاخر لسون عندنا في اليونت دي اللي هي الموشن الموشن عندي يا اولاد اول حاجه لازم يكون عندي سبيد ايه هي السبيد قال لي از ذا ديستانس كفرد باي بيرن يونت يعني لو انا هحسب ان الفيلوسيتي السرعه بتساوي الديستانت على التايم خلاص وعندي حاجه اسمها ريليتيف موشن يعني ايه ريليتيف موشن يعني المفروض انها الموشن بس بالنسبه للريفرنس بالنسبه للمرجع ساعات كده الريفرنس ده نقول لك مثلا ده شوفي الكلمه دي في الريفرنس بتاعك في المرجع بتاعك اما هنا عندي في الموشن في السايد بيبقى فيه مرجع او مراقب او ريفرنس واقف وبيشوف سواء اذا كان بقى في عربيه تانية او واقف في حاله ستاتيك زي الحاله الاولانيه دي التو كار ماشيين مع بعض ان ذا دايركشن اند ذا سيم فلو انا كانت الريفرنس بتاعتي الريد كار فهشوفها كانها ستاتيك ما بتتحركش صح مع انها هي بتتحرك طيب في الشيب التاني لو انا الكار بتاعتي حمراء والريفرنس بتاعي هو ليلو، بل ما أبص ليها أحس إن أنا كل ما بطلع لقدام هي بترجع لورا، بتعمل باكول، صح؟ آي. أيوة. برضو لو أنا في الصورة التالتة هلاقيها برضو بتيجي لقدام، أما لو إحنا الاتنين in the opposite direction بلاقي إن إحنا بحس إن السرعة بتاعتها قليلة، وبحس انها بت... بتعمل السبيد بتاعها عالي وهتخبطني مع انها هي مش تخبطني ولا حاجه خلاص يعني ايه reference بوينت هي fixed بوينت لازم تكون بوينت ثابته وتقدر ان انا اعمل ديترمين من خلالها للبوزيشن للبيرس ايه هي الكايب اوف موشن هو نوعين يعني ترانزيشنال موشن يا بريوديك موشن ترانزيشنال موشن دي لازم تكون عندي حاجتين انيشال بوزيشن يا اولاد وفاينل بوزيشن زي الحركه بتاعه الترين القطر زي البايسكل زي البورس موشن اما البريودك موشن ات ذا موشن ويتش ريجولاري ريبيتد ات ايكوال ان تايم هتعيد نفسها ان بريودك تايم زي البندول زي الويب موشن زي السيركل موشن بتاع الارث اراوند ذا مون اراوند ذا او المون اراوند ذا ايرث ده التايب اوف ذا موشن طيب عندي الويف موشن نوعين يا ميكانيكال يا الكتروماجنتيك الميكانيكال هو الويف اللي هتقدر اللي هي بتحتاج لميديا عشان تعمل ترانسبيرت ثرو اما الالكتروماجنتيك هي الميديا هي الويف اللي dont lead the media to transpirant زي ايه الميكانيكال زي الساوند والووتر ويف اما الالكتروماجنتيك زي اللايت ويف والميكرويف والراديو والاكس راي والجاما والالترا فيرو. السؤال المهم والمشهور اللي بيجي لنا هنا يقول لي ان ليه بسمع صوت الثاندر قبل ما آه، سوري ليه بشوف اللايتر الرعد قبل ما بسمع صوت ال الثاندر لازم اقول له ان اول حاجه اقول له نوع الويف في كل واحد اقول له ان اللايت ده الكترو ويف اما الثاندر ده ساوند ويف والساوند ويف دي من الميكانيكال ويف خلاص والالكترو ويف يا ولاد بتبقى هاي سبيد than mechanical wave بتبقى أسرع بكتير من الميكانيكال ويف طيب نيجي عند الابليكيشن الابليكيشن أول هناخد حاجة الابليكيشن عن الساوند زي الالتراسونيك ويف اللي أنا بستخدمها في السونار والميوزيكال انسترومنت وطبعا الدي جي أما الالكتروماجنتيك فليها ويف كتير أول حاجة اليو في راي ودي اللي أنا بعمل بيها استراليزيشن للأوبريشن روم والإكس راي اللي أنا بعمل بيها فوتوغرافينج uh, للبونز والجاما راي اللي انا بستخدمها لاستكشاف التيومر إن انا اقدر ان انا اعمل تي استكشف التيومر والكاميرا طبعا زي اللايت والفيزبل والاي ار اللي هو الانفراريد دي بستخدمها طبعا للميكرويف والتلفزيون والنايت فيجن سيستم ده كان اليونت الثانية يا عايزين نحل عليه كام سؤال كده قبل ما نحل عليه اي حد عايز حاجه في يونت 2 <applause> طيب عايزه نرفع ايدينا نمبر 1 في السوق في كويشن 15 هنقول من دول مين فيهم اللي بيريوك ويف ومين فيهم اللي ترانزيشن ويف يلا نمبر 1 مين هيقول لي طيب يلا يا كريم قول اللي هيرفع ايده هخليه يجاوب <applause> نمبر 1 بريودك تمام طيب نمبر 2 مين حابب يجاوب يلا يا عادل نمبر 2 تو ترانسليشن ترانسليشن طيب نمبر 3 يلا يا بتول برضه تكون

بندوليوم شبه البندوليوم يبقى بريودك موشن اسمها بريودك موشن تمام هي فعلا الحركه دي شبه البندول عشان كده زميلتنا قالت عليها بريودك موشن طيب يلا يلا يا بتول نمبر فور الترين القطر طيب ميزه ترانزيشنال <تسجيل> موشن <درشيشن> درشي> موشن تمام يلا مين عايز يجاوب نمبر فايف عايزه حد جديد انا روان يلا يا روان نمبر فايف سؤال بس عشان مش مش واضحة اهو بيقولي ايه هي نوع الموشن هي بريوديك ولا ترانزيشنال موشن نمبر 5 ايوه ممكن تقولي نمبر 5 النحله اللي احنا بنلعب بيها ترانزيشنال ترانزيشنال ماشي Type so, number six. Yala is again? Periodic motion. Periodic motion m bravali ki number seven. Mean mean. Uh Aisha. Aisha wala Aisha. طيب نور مش سامعيني تقريبا طيب يلا يا عمر ايه يا عمر انت في ريفيجن ساكت ليه النهاردة عمر معلش <applause> <applause> يلا نمبر سيفن دي بريوديك موشن ولا ترانزيشنال موشن <applause> بريوديك موشن بريوديك موشن برافو عليك اه <applause> وثيرك طيب وايه؟ سيركل <applause> سيركل تمام آه كنت عايزه يا ولاد اقول على النحله دي حاجه فين النحله عشان كنت عايزه انا اشرحها فين فين ولا مش عندكم النحله ماشي مش مشكله طيب عايزه اي حد عنده سؤال على عن اليونت 2 نوصل اليونت 3 بس بالنسبه للنحله يعني هي ترانزيشنال فا هي النحله مش ترانزيشنال النحله بريوديك ما هو ده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه بس كنت عايزه اشوف هي عندكم ولا لا لا بس انا بس قلت ترانزيشنال عشان احنا بنعملها تنطلع على لقدام هي ممكن تتحسب Transitional عشان بنعملها لقدام اما النحله دي ليها حاجه تانية هي بريود هي سيركلر موشن مش Periodic موشن عشان هي ما بتقدرش انها تعيد نفسها في نفس الفتره الزمنيه اللي هي ايكوال تايم عشان كده بريح حد خالص وممكن اقول عليها ترانزيشنال موشن او سيركل موشن هتلاقوا خدوها في جريد 5 تقريبا ولا 5 خدناها يبقى لسه هتاخدوها يعني ما خدتوها انتوا لسه هتاخدوها طيب نيجي على اي حد عن سؤال طيب في نت تاني قبل ما ابدا في نت 3 طب ممكن يا طول تبقى اخر طيب دقيقه طيب اروح اشرب طيب واسترجع صوتي طيب يعني يا ولاد آخر يونت عندي اللي هي يونت 3 هتتكلمني عن الاورث واليونيفرستي. اليونت دي انتوا كنتوا عايزينها بالتفصيل عشان كان في حد قال لي ان هي فيها مشكلة. أول حاجة يا ولاد انا هتكلم عن اليونيفرستي الكون اللي حواليا من أمتع اليونتس اللي عندنا هي يونت 3 تمام. أول حاجة لازم أعرفها يعني إيه كليستيال باديز؟ الكليستيال باديز دول أي بادي سويم إن ذا سبيس. أي بودي بلاقيه في السبيس بقدر أقول عليه اسمه كليستيال باديز. منهم الستار المون البلانت الروك كل دول بقول عليهم كليستيال بادز طيب الستار دول اللي انا بشوفهم في السماء هما بيبقوا بيك سايدز بيبقوا كبار جدا بس انا بشوفهم صغيرين تمام طيب. ليه, ليه؟ ممكن يقول لي give reasons هقول له because there are million of kilometers away from us تبقى بعيدة عننا عند كيلو متر. آه... كيلومتر طيب المسافات المسافات في السبيس ما ينفعش اقيسها بالكيلومتر ينفع اسحب بالكيلو متر ينفع امسك الـ 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 الرولر بتاعتي المسطره واقيس بيه البيت اللي انا عايشه فيه لا تبقى صغيره قوي عشان كده برضو نفس الاكزامبلز على السبيس ما اقدرش اقيس السبيس كله يا ولاد بالكيلو متر عشان هيبقى صغير قوي او هياخد وقت بقيسه بحاجه اسمها لايت تير وده ديفينيشن مهم وبيجي كتير ايه هو اللايت تير هو ال distance covered by the light in one year equal 9.467 uh, by 10 power 12 كيلومتر بيجي لي مسائل على الكلام ده الرقم ده بيبقى ثابت وده بيبقى ممكن لو انا عندي الديستانت بكيلو جرام وعايزه احول اللايت يير بقسم الديستانت على الرقم الثابت اللي عندي واقدر ان انا اجيب الديستانت بـ اللايتير. تاني حاجة عندي الجالاكسي. الجالاكسي دول الستار اللي ما بتتكون مع بعض في مجموعات بقدر اسميها جالاكسي. الجالاكسي ده يعني ذا فروم اوف يونيفرستي. يبقى أول حاجة اليونيفرستي ده الكون وبعدين بعد كده الجزء الأصغر منه اسمه جالاكسي. الجالاكسي ده بيبقى فيه الميلكي واي جالاكسي. الملكي واي جالاكسي دي تمام بيبقى فيها آرم. في من الآرم دول في من الآرم دول السولار سيستم بتاعنا. تاني يا ولاد دي الملك واي جالاكسي بلاقي ان في آرم هنا كده وعليه نقطه، النقطه دي هتبقى السولار سيستم بتاعنا. طيب احنا شفنا الحاجات دي ازاي؟ شفنا الحاجات دي بالتلسكوب. التلسكوب عندي يا ولاد تو تايب نوعين يا ريفلكتنج تلسكوب يا ريفراكتنج تلسكوب تمام؟ ودول اللي قدرت اشوف بيهم كل اليونيفرستي اللي حواليا. طيب نيجي عند السولار سيستم بقى بتاعنا اللي هو اللي احنا عايشين عليه او اللي فيه الاورث اللي احنا عايشين عليه السولار سيستم بيتكون من حاجات كتير قوي اول حاجه واهم حاجه فيهم هو الصان الصن ده يا اولاد هو ستار هو عباره عن ستار ليه انا قلت ان هو ستار عشان بيبقى عباره عن ليت ولايت وهيت تمام بيبقى بيست بودي ان ذا سولار سيستم ده اكبر حاجه في السولار سيستم بتاعي وبيقول لي كمان ان هو بيبقى السنتر center of the solar system، ايه يا عادل؟ اسال. عادل لا عايز لا تسال, أنا تسأل رابط على رابط حاجة؟ دي كده كنت رافقتها حمزة ما كنت بجاوب فازاي ازاي ازاي. ماشي، انا بس لك عايز تسال. طيب دي أول حاجة الصالة هي بيجست. باظي؟ تاني حاجة هو ال center of the solar system. بيجي بيدور حواليها البلانيت، البلانيت عندي يا ولاد 8، تمام؟ البلانت كلهم من الروك من الصخور البلانت هم ايه بقسمهم ازاي بقسمهم لانر واوتر تمام الانر دول هم اللي بيبقوا سمول وهم بيبقوا الميركوري والفينوس والارث والمارس والباج هو بيبقى جابتر واورانوس وسبتم ونبتون كل ما بكبر كل ما الماس بتاعه البلانت بتاعي بيكبر كل ما الجرافيتيشن بتاعته هتزيد كل ما الجرافيتيشن بتاعته هيزيد كل ما هيقدر يعمل لي اتراكتيف The more اوف ذا نمبر اوف ذا مون هيقدر يجذب لي عدد من المون اكبر تمام عشان كده لو بصينا على السمول سمول بلانيت السمول بلانيت او الانر بلانيت هلاقي ان انا عندي ان الميركوري والفينوس ما عندهمش مون اساسا والارث عنده مون واحد اما المارس عنده تو مون اما لو جينا بصينا على الاوتر اللي هم big بقى تمام هلاقي ان هم اللارج كل واحد فيهم عنده لارج اوف ذا نمبر اوف ذا مون عنده اعداد من المون كبيره زي اهو هاجي اقولهم لكم دلوقتي الجيبتر عنده 62 مون السانتروم عنده 60 الاورنوس عنده 27 النبتون عنده 12 عدد المون يا اولاد بيتناسب طرديا مع الماس اوف ذا بلانيت ليه الماس اوف ذا بلانيت عشان كل ما الماس هتزيد كل ما الجرافيتيشن بتاعته هتزيد يعني كده مين اكبر واحد فيهم في الماس هو الجيبتر طيب مين اكبر واحد فيهم في الجرافيتيشن هو بارتو والجبتر تمام <applause> فاهمين يا ولاد انا عايزاكم تربطوا كل حاجه مع بعض نيجي عند رابع حاجة الأسترويد، الأسترويد ده يا ولاد بيبقى عبارة عن different size of the rope تبقى rope بس different size in the mist. Around the sun in the certain color belt of the winter asteroid، خلي بالكم من الاسم ده. Belt of the winter asteroid، belt of the winter asteroid ده يا ولاد بيبقى حزام مش حزام هو فاصل من الروك ما بين الانر روك والاوتر روك طيب نيجي عند حاجتين شبه بعض هو المتروز والمترايدز المتروز ده بيبقى حجمه صغير شويه بيبقى small روك واول ما بيوصل للاتموسفير بتاع الارث بيتحرق تمام اما المترويز بيبقى big شويه بيبقى بيج روكي masses عشان كده اول ما بيوصل على الاتموسفير بيتحرق جزء منه بيعمل burning ابارت of مش كله بيتحرق نيجي عند اخر حاجه اللي هو الكوميت الكوميت ده بيجي كل 76 وبيبقى ليه هاد وتيل تمام والتيل دي بيبقى عباره عن جازز كلاود اما الهاد بتبقى سترتيفيكيشن جازز زي الكربون دايكسايد والنيتروجين والميثانول جازز وبيبقى روكي بارت اند دوس اند ووتر ايه يا بتول تسالي يا ممكن نروح الحمام تاني بصراحه طيب اقفلي الليكور طيب واحنا نستناكي تمام الماس برضو في الجرافيتيشن الجيبتر هو الأكبر صح أهو الجيبتر هو الأكبر تمام ولا لسه في مشكلة؟ يعني بنحدد بالماس الأول بعدين بنحدد بالمسافة نفسها كل ما هبعد كل ما الديستنس هتبقى بعيدة عن الصن كل برضه ما الجرافيتيشن هتقل يعني مثلا لو انت شايفه انت شايفه هنا الجيبتر وبعدين شايفه السترنس والاورانوس والنبتون تمام مين اكبر واحد فيهم هو الجيبتر تمام وده اقرب واحد للصن فهو اوريدي ان هو, هو الجرافيتيشن بتاعته اكبر حاجه عشان كده هتلاقي ان عدد مم. المون بتاعته 62 اكبر بلانت عنده عدد مون ليه؟ عشان هو اكتر بلانت عنده اتراكتيف للجرافيتيشن تمام؟ مم. 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 كل ما هبعد عن الصن كل ما هبعد عن الصن كل ما الجرافيتيشن عندي هتقل بس لو انا بنفس الماس يعني ما قارنش مثلا الجبتر بالاورس عشان الماس بتاعت الاورس صغير أوي عن الماس بتاعت الجبتر ومفروض ان الاورس يكون الجرافيتيشن بتاعته اكبر لو هما في نفس الماس تاني لو هما نفس الماس يعني لو بقولك مثلا ان الاورس 4 كيلو جرام مثلا والجيبتر 4 كيلو جرام لو الاثنين نفس الماس اقول لك لا ده ان الارث كده عنده جرافيتيشن اكبر تمام اما لو الارث 1 كيلوغرام انا بدي امثله يا ولاد مش حقيقيه طبعا لو الارث 1 كيلوغرام جرام والجيبتر 4 كيلوغرام فطبعا الجيبتر هو اللي هيديني اتراكتيف او جرافيتيشن اكبر طب لو قال لي الميركوري او النبتون الاصغر يعني الاقل جرافيتي هقول له الميركوري الميركوري هو اقل جرافيتيشن طبعا من النت الميركوري ما عندهوش ولا مون اوكي ايه حطيته لك في الاخر اهو اخر واحد هو المارس اوكي اوكي احفظ الجرافيتيشن دول تمام وحطي في بالك ان انا كل ما الجرافيتيشن بيزيد كل ما عدد المونز عندي هتزيد يعني حدد من حيث الماس الاول ولو لقيت الماس متساويه حدد منها من اه طب انت الماس انها متساويه بدي مثلا يعني مثلا يعني اه مثلا ايوه عشان كده بقولك ان احنا لازم نحفظ مين الجرافيتيشن الاكبر هو الجيبتر والنبتون وبعدين الاورث والساترن والفينوس والاورانوس والميركوري والمارس ماشي بصي بتاعت المارس وال وال والميركوري قليلين قوي ده ثلاثة وثمانية وسبعين من وده ثلاثة و 72 من حتى تلاقيهم قريبين أوي من بعض حتى الاثنين دول بس دلوقتي دلوقتي المارس, عن... المارس عنده المارس عنده تو المارس عنده تو يبقى الجرافيتيشن بتاعته اكتر من الارث لا طب ما هو <applause> والأرس يقدر يعمل اتراكشن تو مون والارث قادر يعمل اتراكشن وان بس بصي هو عباره عن المون الاتراكتيف للمون ما بيبقاش برضو على الجرافيتيشن بس انا بقول لك ان انا باخد عدد مون اكبر عشان بيكون الجرافيتيشن بتاعتي مثلا اكبر زي بتكلم عن حاجه كبيره قوي وحاجه صغيره قوي مش الاثنين قريبين من بعض زي مثلا هنتكلم عن الجبتر والميركوري هتلاقي ده مثلا معاه 62 مون في حين مثلا ان الارس اللي احنا عايشين عليه هو واحد مون بس <تصفيق> تمام تمام ما تلخبطيش نفسك احنا كنا محفظينهم لبعض ازاي عدد المون يا ولاد كنا قايلين كنت انا عامله لهم بالترتيب الدريفتر 62 وبعدين ال 62 دي اتخانقت مع ال 2 بقت 60 بس وبعدين ال 2 زعلت فجابت ال 7 تتخانق معاها طيب ال 2 زعلت كمان جابت واحد التاني بقت ال 12 ال 12 هتسكت لا جابت ال 2 وال 1 جابت ال 2 1 طب ال 62 دي بتاع مين؟ بتاع الدريفتر وال بس بتاعت الاورانو بتاعت الساتروم وال 27 بتاعت الاورانوس والنيبتون هو اللي 12 وبعدين المارس والارث هو واحد. تمام. احنا كده حاطينهم كده اهي 62 هتشيل ال 2 تبقى 2 هتزعل هتجيب زميلتها تتخانق تبقى 27. طيب ال 27 هتسكت؟ لا هتجيب ال 12. حطينا قدامها 1، ال 12 هتسكت هتقوم مكسره نفسها الاثنين، دي 2 وال 1. تمام طيب. طيب مين الدرس الثاني حد عنده سؤال على الدرس ده يا ولاد طيب الدرس الثاني بقى هيبدا يدخل شويه على الاورس اول حاجه هيوصف لي الاورس هيقول لي ان هي مش سبارك تمام طيب. مش كوره مش سيركل امال هي اسمها ايه يا ولاد هي عندها فلاتين تول تو بول يعني البول بتاعتها فلاتن شويه عشان كده التروبيك راديوس اكبر من البولر راديوس دي حاجه مهمه ولازم ان ناخد بالنا منها وان كمان يا ولاد ان الارث شبه الايك شب شويه طيب الارث بتعمل روتيشن وريفولوشن الروتيشن دي بيبقى اراوند صن روتيشن اراوند ذا سن وده بيبقى كل 365 وربع يوم اما الريفولوشن اراوند اتسن كل 24 اور خلاص نيجي بعد كده على اللوكيشن بتاعه الاورس الاورس بتبقى هي ولا قريبه قوي من الصن ولا بعيده قوي هي اخذت السورد بوزيشن المركز الثالث طيب الفوليوم هقدر اقول ان هي ميديوم بوزيشن هي في الميديوم بوزيشن هي بيجست of the inner planet and smallest of the outer planet هي أكبر حاجة في الانر وأصغر حاجة في الأوتر فهي بتبقى المتوسطة بتاعتنا أما في الماس برضو نفس الموضوع هتبقى biggest in the inner and smallest in the outer طيب ليه إحنا عشنا على الأرض وما عشناش على أي بلان تاني عشان خمس حاجات مهمين أول حاجة يا ولاد الأتموسفير يعني إيه الأتموسفير هو الجازز اللي حواليا زي الأكسجين والنيتروجين جازز والكربون كربون دايكسايد جازز والووتر بيبل والجازز طيب الاتموسفير ده مهم في ايه قال لي اول حاجه هو مهم عشان فيه الاكسجين جازز اللي انا بقدر ان انا اتنفس منه ومهم عشان فيه الكربون دايكسيد جازز اللي بيعمل الفوتوسنثيز للبلانت ومهم عشان فيه الاكسجين جازز ماشي والنيتروجين جازز اللي بيعمل لي بورنينج للهيت طيب الاتموسفير ده المهم ليه بقى قال لي اول حاجه خلى للاورث تمبريتشر معينه اقدر ان انا اعيش فيها مش حر قوي ومش ساقعه قوي تمام تاني حاجة فيها طبقة مهمة أوي اللاير المهمة اللي دايما بيسألني عليها في الامتحانات اللي هي الأوزون لاير طيب إيه فائدة الأوزون لاير؟ قال لي الأوزون لاير دي prevent any ultraviolet harmful بتمنع أي راي من الالترا من الصن اللي بتبقى ضارة للإنسان نيجي لحاجة تانية يا ولاد تاني حاجة خلتني عايشة على الأورث بلانيت هو الهيدروسفير هيدرو يعني ووتر يعني مية الهيدروسفير يعني ان انا عندي نسبه الميه 71% لنسبه اللاند او الارث 25 معظم عشان كده لما اجي بشوف الارث في السبيس الفضاء بلاقي ان معظم لونه بلو ليه عشان هو 70 منه ووتر ميه فالميه لونها ازرق طيب نيجي للميه دي يا اولاد السالتي ووتر هو 97% والفريش ووتر هو 3% طيب الميه مهمه ولا مش مهمه مهمة طبعا أنا بعمل بشرب منها بعمل درينك وبعمل درينك للأنيمال وللبلانت وكمان بتعدل التمبريتشر بتاعتي وبتخليها تظبط وبتخلي during ديورينج day دي أند رايت مظبوطة نيجي عند التمبريتشر بتاعت الأورث أنا قلت إن الأورث التمبريتشر بتاعته بتبقى سايتبل لمين قال لكل الليفنج أورجانيزم إنها تقدر تعيش عليها سواء إذا كان في الدي أو في النايت الصبح أو بالليل قولي لي يا ناس قال في إيه؟ So, the volume

نيجي تاني عند الجرافيتيشن، أنا عارفة إن القرص الجرافيتيشن بتاعها بتبقى برضه سيتيوبل فور لايف تكون نست. هي الجرافيتيشن بتاعها مش كبيرة أوي فما تقدرش تمشي عليها، تاني حاجة يا اولاد الجرافيتيشن لما بتبقى كبير أنت ما بتقدرش تشيل رجلك وتحطها، بتكون لازم في الأرض لو الجرافيتيشن كبيرة، تمام؟ ولو الجرافيتيشن قليلة هنعمل زي السبيس اللي في الفضاء أو اللي على القمر بتلاقيه طاير. تمام نيجي عند اخر حاجه عندي اللي هو الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط اللي برضو بيبقى الاير اتموسفير فيه بيبقى 76 سنتيمتر اتش وده بتبقى سيرتبل عشان ان انا اقدر اعيش عليه طيب نيجي عند الاورث عامه بتتكون من 3 لاير والجزئيه دي مهمه جدا ال3 لاير ايه هما الكراست والمانتل والكور الكراست دي الفيرست layer اما المانتل عندي نوعين يا اوبر يا لوور مانتل والكور يا انر يا اوتر كور الانر كور فيها اتنين ميتال مهمين النيكل والايرون تاني الكور فيها اتنين ميتال مهمين هو الايرون والنيكل خلاص يا ولاد داين. نيجي لاخر ليسون عندنا اللي هو ليسون 3 خلاص انا كلمت عن اليونيفرسي اللي انا عايش فيها ودخلت اتعمقت شويه خدت الجالاكسي اللي انا عايشه فيها اللي هو السولار سيستم ودخلت جوه السولار سيستم خدت الاورث اللي انا عايشه فيه هدخل بقى جوه الاورث شويه واشوف على الاورث ايه فقال اول حاجه انا لقيت على الاورث حاجه اسمها كراست اللي هو الطبقه اللي فوق لقيت ان الكراست دي بتتكون لي من سويل وروك الفرق ما بين السويل والروك ان السويل نان كومباكت لاير يعني مش متدككه زي اللي انا بقدر ان انا ازرع فيها اما الروك زي الصخور ما بقدرش ان انا ازرع فيها وبتبقى كومباكتد ما مش متفككه وده هيدخلني على الكلاسيفيكيشن اوف ذا روك الروك اللي احنا عايشين عليها نوعها ايه قال لي عندي ثلاث انواع يا اما ايجنس روك يا اما سيدمنتري روك يا اما ميتامورفيك روك خلي بالكم انا هقول لكم الفرق ما بين الثلاثه دلوقتي قبل ما اقلب البيج الاجنس روك هو الروك اللي جاي من الفولكان اما السيدمنتري روك هو الروك اللي جاي من البريك داون الاروشن و اللي هو البريك داون من الريفر اما الميتامورفيك روك هو اللي جاي ميتامورفيك يا ولاد اساسا معناها تحور يعني ايه تحور يعني تغيير شكل يعني الميتامورفيك ده ما بيجيش لوحده كده يا اما كان سيدمنتري روك وتحول بقى متف... آه روك يا اما كان اجنس روك تمام طيب نيجي عند الاجنس روك اللي بيجي من الفولكانو قال لي اول حاجه عندي ماجما الماجما ده هو الليكويد اللي بيبقى اندر آه under the earth وبعدين لما بيتعرض للهواء لما يطلع بره بيبقى اسمه لافا اما لما يبرد بيقدر يكون لي الاجنس روك عندي نوعين من الاجنس روك يا بلاتونيك يا فولكانيك روك الفولكانيك روك ده يا اولاد ده الموجود عندنا في الحمام والبلاتونيك ده الموجود في المطبخ البلاتونيك ده هو الرخام زي الموجود في الشقه الموجود على السلالم